أهلا بكم ولقاء متجدد مع برنامجنا شؤون عربية، متابعات وتحليلات لكثير من الشؤون العربية وربما تداعيات في أكثر من ملف عربي نتناولها تفصيلا وتحليلا في هذه الحلقة من شؤون عربية. بالتأكيد لن يكون حديثنا بمنأى عن التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب، تواصل في الجهود المبذولة للتصدي تحديدا لتنظيم داعش الإرهابي على وجه التحديد بؤره في العراق، بالإضافة إلى معطيات أيضا أخرى في شؤون عربية مختلفة. ووقفتنا الحوارية اليوم سوف تكون مخصصة للشأن الفلسطيني، بالتأكيد حدث مهم ومؤسف في ذات الوقت، استشهاد زياد أبو عين الوزير الفلسطيني. ربما لا يقتصر هذا الحدث عند حدوده بل يمتد ليكون له ظلال مهمة جدا يلقي بها على التعاطي الفلسطيني مع القضية الفلسطينية في الفترة القريبة القادمة، بالإضافة كذلك إلى تواصل وتوالي الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية وما يعول على ذلك أيضا استثماره بشكل إيجابي ارتقاء في نهاية المطاف للاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية المستقلة. نبدأ أولى محطتنا كما أسلفنا عن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش و إعلان رئيس محافظة الأنبار العراقية عن مقتل أكثر من 35 عنصرا من تنظيم داعش جراء عدد من الضربات الجوية التي شنها كل من الجيش العراقي والتحالف الدولي على مواقع وتجمعات للتنظيم الإرهابي في المحافظة، مؤكدا أن عدد من الغارات جاء تمهيدا للهجوم على قضاء هيت. وبالتزامن لقي 7 من عناصر تنظيم داعش على الأقل مصرعهم جراء قصف لطائرات التحالف الدولي على مدينة البوكمال السورية على الحدود مع العراق، كما قتل 9 من عناصر داعش أثناء محاولة جديدة للهجوم على مطار دير الزور شرقية سوريا، تلك المحاولة التي أحبطتها القوات النظامية السورية. ومعنا المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي السيد سعد الحديثي. الدكتور سعد أهلا بك، تحية لك دكتور سعد. يعني بعد التحية، كيف تقرؤون ما يجري حاليا في سبيل مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، ويعني ما المتوقع له في الفترة القادمة؟ إلى أي مدى يمكن القول أو بأي نسبة تمت السيطرة على بؤر هذا التنظيم الإرهابي؟ الأمر المؤكد أن الوضع اليوم بالنسبة للقوات العراقية قد اختلف كثيرا عما كان عليه قبل 3 أو 4 أشهر. نعم. واقع الحال اليوم القوات العراقية والقوى الساندة لها من المتطوعين بعناوينهم مختلفة استعادوا زمام المبادرة وامتلكوا السيطرة في كثير من الجبهات، وبالفعل تحقق تقدم كبير أحرزته هذه القوات في تحرير واستعادة السيطرة على أكثر من مدينة كانت خاضعة لتنظيم داعش. حدث هذا الأمر في جنوب بغداد وفي محافظة ديالى وفي جزء من محافظة صلاح الدين وأيضا في شرق محافظة الأنبار، لكن بالتأكيد الحرب ليست سهلة وهي حرب طويلة وهناك معارك تخوضها القوات العراقية وتقدم فيها التضحيات، واليوم تحولت هذه القوات من وضعية الدفاع إلى وضعية الهجوم وهي تقوم بخوض معارك لاستعادة السيطرة اليوم على الأجزاء المتبقية التي ما يزال تنظيم داعش ينشط أو يتواجد فيها. وفي الحقيقة يعني هذا الأمر يأتي نتيجة تضافر الجهود العراقيين جميعا، وحدة الموقف السياسي، الدعم الذي يحظى به الموقف العراقي على المستوى الإقليمي والدولي، وأيضا ما شهده العراقيين من حالة توحد ودعم للحكومة الحالية بسبب كونها حكومة وحدة وطنية، حكومة ممثلة لإرادة الجميع، وأيضا بسبب سياساتها التي تنحو نحو الإصلاح وإعادة الثقة بالمؤسسة العسكرية وإعادة تأهيلها لتكون قادرة على مواجهة التحديات. أعتقد هذه الأمور اليوم تشكل عناصر معنوية كبيرة تدعم القوات المسلحة وتساندها في تحقيق أهدافها النهائية فيما يتعلق باستعادة السيطرة على. طيب دكتور، ما دلالة استعادة الموصل التي تعتبر ثاني أكبر المدن العراقية من أيدي تنظيم داعش بعد ربما تأكيدات تبعناها في الفترة الماضية بأن ذلك ربما يستغرق عام؟ من صعوبة الجزم بسقف الزمن الذي يمكن أن نتحدث عنه لإعادة تحرير المدينة واستعادة السيطرة عليها. هذا في الحقيقة خاضع لرؤية القادة الميدانيين القادة العسكريين على الأرض وأيضا لاستكمال الاستحضارات اللازمة بهذا الخصوص، لكن بالتأكيد الحكومة العراقية وضعت هذا الأمر نصب عينيها وهي عازمة كل العزم وألزمت نفسها بتحرير
كل المدن، وعلى رأس هذه المدن طبيعة الحال مدينة الموصل لما تمثله من أهمية كبيرة ومكانة جد مهمة بالنسبة للعراق كونها المحافظة الثانية في العراق على المستوى السكاني. وبالتأكيد هنالك كثير من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الصدد، في مقدمتها تشكيل قيادة لتحرير هذه المحافظة ووضع هيكلية لهذه القيادة وبدء الاستحضارات اللازمة لإعداد متطوعين من أبناء المناطق من أبناء هذه المدينة ليساهم في عملية التحرير، وأيضا تخصيص قوات وقطاعات عسكرية للقيام بهذه المهمة والتنسيق مع التحالف الكردستاني والحكومة تقليم كردستان فيما يتعلق بدعم قوات البيشمركة على اعتبار نعم وتقدر الإشارة بأن الصين عرضت على العراق المساعدة في هزيمة المتشددين بالغارات الجوية وأن ذلك إن تم فسوف يتم خارج نطاق مهمات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش. دكتور سعد الحديثي، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. إلى اليمن، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى في مواجهات مسلحة بين قبائل أرحب والحوثيين شمال العاصمة صنعاء استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، اندلعت الاشتباكات إثر دخول الحوثيين إحدى القرى وإقامتهم نقاط تفتيش عند أطرافها، ما أثار حفيظة القبائل التي اعتبرت ذلك خرقا لاتفاق كان قد أنهى المواجهات بين الطرفين. من ناحية أخرى، أعلن تنظيم القاعدة في اليمن أنه شن هجمات من عدة محاور على الحوثيين في رداع بمحافظة البيضة وسط البلاد، ما أوقع نحو 70 قتيلا في صفوفهم، ويعني بالتأكيد ربما كان أيضا في إطار المتابعات تبرير من قبل جماعة أنصار الله لهذه الاشتباكات بأنها تأتي في إطار مكافحة العناصر التكفيرية، وبالتأكيد ما يجري من معطيات حاليا هو دليل على تعاظم التحديات الأمنية التي تواجهها اليمن. معنا للمزيد من المتابعة عيننا هناك مراسل النيل جمال الأشول. جمال، يعني بعد تحية، يعني كيف تقرأ الأوضاع حاليا في اليمن وإلى أي مدى يمكن أن تؤشر إلى المزيد من حالة عدم الاستقرار و تحديات أمنية متعاظمة كما أشرنا؟ لا شك أن الوضع ربما إن صح التعبير هو منهار تماما في اليمن، ربما على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية، خاصة منها الوضع الأمني الذي يتدهور يوما بعد آخر سواء في العاصمة أو في بقية المحافظات نتيجة الصراع الجديد ربما القديم الذي بات هو ساحته هي اليمن ما بين الحوثيين وعناصر تنظيم القاعدة المدعومين بعناصر قبلية من حزب الإصلاح. اليوم كانت هناك مواجهات ربما عنيفة في منطقة أرحب شمال العاصمة صنعاء على بعد 30 كيلومتر من أمانة العاصمة، تمكن من خلالها الحوثيون من السيطرة على منطقة أرحب بعد انسحاب مسلحي القبائل منها بحسب وساطة قبلية تمكنت من تهدئة الأوضاع، لكن النتيجة كانت سيطرة الحوثيين على هذه المنطقة. من قربك من موقع الأحداث، يعني بعد نجاح الوساطات القبلية في وقف القتال، يعني هل هذا الوقف هو وقف يعني جزئي بمعنى هذه الهدنة يمكن أن تكون هدنة هشة لا تلبث بعدها الاشتباكات أن تتجدد في الأيام القادمة؟ نعم، لا شك أنها هدنة مؤقتة ليس في أرحب فقط، فما أن تندلع مواجهات في منطقة وتهدى في أخرى، والعكس ربما غد أو بعد غد تندلع في مدينة رداع بمحافظة البيضاء التي تشهد اشتباكات متقطعة بشكل شبه يومي. يوم أمس أعلنت جماعة الحوثي عن مقتل تنظيم القاعدة عن مقتل ما يقرب من 70 حوثيا في 4 هجمات متزامنة. أضف إلى هذا المشهد ما يحدث في جنوب البلاد من مظاهرات وإعلان الحراك الجنوبي تصعيده خلال الأيام القادمة للمطالبة بفك ارتباط الشمال عن الجنوب، إضافة إلى الوضع الاقتصادي المتدهور جدا. هناك أنباء بأن وزارة المالية والبنك المركزي ربما يعجزون عن دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر القادمة في ظل توقف الدعم الدولي وربما الإقليمي بسبب انتشار المسلحين في اليمن وخوفهم مما وصلت إليها الأوضاع الأمنية في اليمن، وبالتالي نحن أمام مشهد معقد بالفعل في اليمن ربما يحتاج إلى تدخل إقليمي تدخل دولي لوضع حد لهذه الانهيارات الحاصلة في البلاد. نعم شكرا جزيلا لك جمال الأشول متابعا من اليمن. عودة إلى شأن الفلسطيني، بتأكيد توالي الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية
ليس فقط دليلا على انتصار الإرادة الفلسطينية ونصر كذلك للدبلوماسية العربية بصفة عامة، بقدر ما كذلك يمثل هزيمة لإسرائيل وتراجعا حادا في شعبية الكيان الصهيوني. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، ماذا بعد؟ ماذا بعد هذه الاعترافات، وكيف يكسب زخم للمطالب الفلسطينية المتعالية؟ كذلك الحادث المؤسف بقدر أسفي بقدر ما يمكن أن يكون شرارة لإطلاق المزيد من الإرادة والقوة الفلسطينية. زياد أبو عين ضحية جديدة من ضحايا الاحتلال الإسرائيلي، المزيد بعد هذا التقرير. من يوقف إسرائيل؟ انتهاكات إسرائيلية متلاحقة لا تفرق بين وزير ولا غفير. فإسرائيل التي اعتادت قتل النساء والأطفال وروعت الآمنين في بيوتهم والأطفال في مدارسهم أو حتى في أماكن لهوهم ولعبهم، يتجرأ فيها الجندي كي يضرب وزيرا في حكومة السلطة الفلسطينية حتى القتل. زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وعضو المجلس الثوري لحركة فتح استشهد الأربعاء نتيجة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب واستهدافه بقنابل الغاز المسيل للدموع خلال مسيرة بالضفة الغربية. وقال شهود عيان إن أبو عين تعرض لاعتداء من قبل جنود الاحتلال خلال قيام فلسطينيين بزراعة أشجار الزيتون في منطقة مهددة بالاستيطان، حيث ضربه أحد الجنود بواسطة خوذته في صدره بالإضافة إلى استنشاقه الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى دخوله في حالة غيبوبة حيث جرى تحويله إلى مستشفى رام الله الحكومي قبل أن يعلن عن استشهاده. وقالت المصادر الطبية إن الوزير أبو عين أصيب بالإغماء جراء استنشاق كميات كبيرة من الغاز الخانق الذي أطلقته قوات الاحتلال عليه وضربه بالخوذة وبالعصا على صدره، ما أدى إلى توقف قلبه عن العمل. زياد أبو عين الذي يبلغ من العمر 55 عاما عضو في المجلس الثوري لحركة فتح وكان وكيلا لوزارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل أن ينقل بصفة وزير إلى رئاسة هيئة الجدار والاستيطان بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. واصل أبو يوسف عضو القيادة الفلسطينية أعلن مساء الأربعاء إن القيادة الفلسطينية تناقشت في اجتماعها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على مقتل المسؤول الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، إلا أنها أرجأت اتخاذ قرارها إلى الجمعة، لكن القيادة الفلسطينية أرجأت اجتماعها يوم الجمعة وأرجأت معه ردها على إسرائيل. فلتفعل إسرائيل إذن ما تريد ولتقتل ما تشاء ولتنتهك حرمات المسجد الأقصى، وسيبقى التعويل على العرب لإنقاذ المسجد الأقصى وكذلك الأراضي الفلسطينية، وعلهم يفعلون. رشا أبو المحاسن، النيل. ربما الصواريخ الفلسطينية والعمليات الاستشهادية ليست فقط هي ما يزعج إسرائيل، مجرد رمزية رفض الاحتلال، المثابرة والإرادة الفلسطينية لمكافحة الاحتلال بكافة السبل هي مصدر الإزعاج الأكبر، هي الشوكة التي تبقى في جنب الجانب الإسرائيلي على الدوام. لم تقبل إسرائيل حتى بمجرد زرع أشجار زيتون في إطار الفعاليات التي راح في إطارها وراح ضحيتها أو استهدف زياد أبو عين الشهيد الوزير الفلسطيني، بالتأكيد دلالة كبيرة جدا جدا لمقتل الشهيد أو استشهاد زياد أبو عين. كيف
كيف سيكون التعاطي الفلسطيني إزاء هذه الحادثة لن تكون نهاية مطاف الممارسات الإسرائيلية التعسفية، ولكن ربما تكون شرارة إطلاق للمزيد من التعامل الفلسطيني الجاد ارتقاء إلى تحقيق الحلم الأكبر وهو دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف. معي ومعكم في هذه الوقفة الحوارية في برنامجنا شؤون عربية سعادة السفير الدكتور حازم أبو شنب القيادي بحركة فتح، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. البقاء لله. رحم الله في الشهيد. رحمه الله. يعني كيف تنظر إلى هذا الحادث، هذه المحاولة السلمية لغرس دلالة فلسطين الدولة المستقلة، كيف تقرأ هذا الحدث ونحن نعلم أنكم أيضا كنتم على علاقة وطيدة بالشهيد الراحل؟ رحمة الله على أخونا زياد أبو عين، ورحمة الله على كل الشهداء الفلسطينيين. نعم. ونحسبه شهيدا بإذن الله، ونحسب أنفسنا إن شاء الله على نفس الدرب. الحادث بكل بساطة، رايحين نزرع شجر زيتون رمز السلام ورمز فلسطين، ليثبت انتماء هذا الشعب لهذه الأرض، ولنثبت أيضا أن الأرض التي ذهب المستوطنون ليستولوا عليها هي أرض عطشة لجذور شجرة الزيتون. فذهب زياد مع مجموع نشطاء حركة فتح لزراعة الزيتون في مقابل الدبابات والمدرعات الإسرائيلية، فإذا بالجنود يبادرونه مباشرة دون سابق إنذار وقاموا بعملية القتل. طبعا هنالك لغط كما فهمت من حضرتك قبل الحلقة بأنه هو الوفاة جاءت طبيعية كما تزعم إسرائيل. يا سلام، يعني مات طبيعي على أساس أنه كان مستني اللحظة اللي هو يلتقي فيها مع الإسرائيليين ليموت. التقرير الطبي الطب الشرعي لأطباء من 3 دول من بينهم أطباء إسرائيليين يقول بأن هبوط في الدورة الدموية نتيجة التعرض لعملية تهتك في الشريان التاجي نتيجة تعرضه لإصابة مباشرة، وبالتالي الطريقة العنيفة التي تعامل بها جنود الاحتلال وخصوصا جندي ظاهر جدا في الصور، زياد استشهد على شاشات التلفزيون على الهواء مباشرة حين تم السيطرة عليه من منطقة الرقبة والعنق، يبدو أنه حصل تهتك. تخيل الحقد والكراهية التي كانت في يد وقبضة وذراع هذا الجندي، والتي دخلت إلى عنق زياد مباشرة فأحدث تهتك في الشريان التاجي، وبالتالي هبوط في الدورة الدموية في وصول الدم إلى منطقة القلب. والصورة واضحة، صرخ على يد، وضع يده على قلبه وصرخ وبدأ ينهار أمام الشاشات مباشرة. رحم الله زياد. زياد رغب بأن يزرع شجرة الزيتون رمز السلام ورمز فلسطين على أرض فلسطين مقابل الاستيطان والاحتلال، وسنكمل هذه الطريقة بزراعة الأشجار، بزراعة السلام، ولكن بزراعة فلسطين على الأرض التي يسرقها الاحتلال. جميل. يبقى حيا زياد أبو عين. صحيح. عبر ما مثله من دلالة إيجابية جدا، عبر سجل المجهودات التي بذلها على مدار الفترة الماضية إعلاء لكلمة فلسطين ولدولة فلسطين. نتابع المزيد عن الشهيد ونعود إلى حضراتكم من جديد. مساء الخير. مساء النور يا فندم. مؤمر لو سمحت. مكانك مش هنا. عايز تفتح محل مكوى وتشتغل شغلتك؟ بيمول اي مشروع صغير وهيدي لك المبلغ اللي
زياد أبو عين ليس الأول ولن يكون الأخير ممن يضحون بحياتهم إعلاء للدولة الفلسطينية ومن أجل ضمان مستقبل أفضل للفلسطينيين. يتواصل الحديث مع سفير الدكتور حازم أبو شنب القيادي بحركة فتح. يعني دكتور حازم يعني ما الذي يعنيه زياد أبو عين؟ ماذا يعني زياد في هذه المهمة الأخيرة التي كان يقوم بها؟ حركة فتح منذ عدة سنوات، في السنوات الأخيرة أخذ المجلس الثوري لحركة فتح قرار بتبني سياسة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي. المقاومة الشعبية يعني استخدام الأساليب الشعبية السلمية التي تعيد رونق النضال الفلسطيني أمام العالم وإبعاد الصفة العنفية عنه حتى نجتذب كثير من المساندة الدولية. زياد ماذا يعني أنه كان وزير شؤون مقاومة الجدار، جدار الفصل والاستيطان؟ يعني وزارة أول مرة حد يسمع فيها على مستوى العالم. يعني أنه مقاومة جدار الفصل ومقاومة الاستيطان يعني المقاومة الشعبية. نعم. وبالتالي زياد حقه علينا أن نذكره الآن لأن الإعلام لم يغطي في تلك الفترة. زياد هو قائد المقاومة الشعبية الفلسطينية وقد مارس دوره بجدارة وببراعة ويكمل معه مجموعة كبيرة، نكمل كلنا معه ولكن هنالك مجموعة ما زالت تعمل كل يوم. كل يوم هنالك تظاهرات في داخل فلسطين لا يغطيها الإعلام لأنها شعبية سلمية إلى حد كبير. كل يوم في عمليات زراعة زيتون، كل يوم في عمليات مواجهة مع المستوطنين، كل يوم في عمليات قطع طريق أمام الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال للدخول إلى مناطق، ولكن طبعا إمكانياته تجعله يكتسح العوائق التي يضعها الفلسطينيين، ولكن المقاومة قائمة وتتبناها حركة فتح. هذا زياد قائد المقاومة الشعبية. طبعا هو يعني إن كان غادر الدنيا ولكنه يبقى ملهما لكثير من الأعمال التي سوف نتابعها في الفترة القريبة القادمة. معنا السيد عيسى قراقع وزير الأسرى الفلسطيني السابق. يعني سيد عيسى، هو وزير الأسرى، هو رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطيني الحالي ورئيس هيئة شؤون الأسرى. يعني سيد عيسى، بالتأكيد شاركتم في مأتم الشهيد، وهذا المأتم ليس بالمأتم التقليدي بالتأكيد، لأن الشخصية ليس بالشخصية العادية، ولن يكون نهاية المطاف. ماذا بعد؟ نعم، بداية رحم الله الشهيد القائد البطل زياد أبو عين الذي قتل عمدا ميدانيا وهو يواجه قطعان المستوطنين والجنود الذين يعتدون على أراضي وعلى حقولنا ويمارسون كل الاستفزازات والممارسات الوحشية والقمعية بحق شعبنا الفلسطيني. زياد أبو عيد سجل خطوة كبيرة جدا إلى الأمام تحت الدعوة إلى تفعيل المقاومة ضد هذا الاحتلال ورفع وتيرة التصدي للاستيطان ولممارسات قطعان المستوطنين والمتطرفين ضد شعبنا الفلسطيني. أعتقد أنه الوفاء لقائد هذه الحركة، حركة المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والجدار، الوفاء لروحه ولدمه ولمعاناته ولعذاباته الطويلة، الوفاء له هو أن نصعد وأن نستمر في هذه المقاومة، لأن زياد أبو عين كان يقاتل ويدافع عن جوهر الصراع وهو الأرض التي هو الصراع على الأرض. الإسرائيليين يريدون الأرض الفلسطينية، يريدون تهجير سكان الشعب الفلسطيني، يريدون تهويد هذه الأرض، يريدون زرع المستوطنات وقتل أي حلم للسلام العادل على هذه الأرض. زياد أبو عين تصدى لكل هذه المخططات الإسرائيلية وعلينا أن نكمل رسالته ودربه. أعتقد هذا هو الوفاء الحقيقي. نعم. لروحه ولدمه ولكل لهذه المدرسة التي علمنا إياها زياد أبو عين من خلال موقعه ومن خلال نضاله ضد الاحتلال. كيف سيتم التعاطي الفلسطيني مع هذا الملف، ملف الاعتداء على زياد أبو عين ما أسفر يعني عن مقتله، وفي إطار أيضا أنه ورقة في ملف أكبر يعني لكي يكون دائما في جعبة الطرف الفلسطيني في المنتديات الدولية المقبل؟
أعتقد أن القيادة الفلسطينية التي ما زالت في اجتماعات طارئة وأمام هذه الجريمة التي ارتكبت على يد هذا الاحتلال المجرم، أعتقد أنها بصدد اتخاذ قرارات استراتيجية وحاسمة، ويجب أن يتم ذلك. يعني الدم زيادة بعين يجب أن لا يذهب هدرا، وعلى إسرائيل أن تدفع ثمنا. وأنا منذ اليوم الأول دعوت الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية إلى الانضمام فورا إلى محكمة الجنايات الدولية، حتى لا يبقى هؤلاء المجرمون طلقاء، وحتى لا يشعروا بالاطمئنان وأنهم ملاحقون، وأن حق الشعب من حق الشعب الفلسطيني، من حق الضحايا، من حق هذه الدماء المسفوكة والأرواح أن تلاحق وتحاسب وتحاكم المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم التي ترتكب على مدار الساعة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. وأعتقد القيادة الفلسطينية أيضا تدرس خيارات أخرى مثل وقف التنسيق الأمني، وأيضا القرار الذي اتخذ وهو خطوة استراتيجية هامة بالتوجه لمجلس الأمن لوضع حد زمني لإنهاء هذا الاحتلال الظالم على شعبنا الفلسطيني. مرحلة جديدة مختلفة الآن بدأت بعد قتل زياد أبو عين على يد هذا الاحتلال، والشعب الفلسطيني غاضب، والوضع أصبح لا يحتمل، لا يمكن السكوت على استمرار هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. لهذا هناك مسؤولية كبيرة على عاتق القيادة الفلسطينية وأيضا على المجتمع الدولي. لا يكفي فقط أن نرسل لجان تحقيق، لأن يعني عملية القتل تمت بالصوت والصورة، لا يكفي فقط رغم أهمية لجان التحقيق الدولية، ولكن هذا لا يكفي. نحن نحتاج إلى إرادة دولية، إلى قرار سياسي دولي يجبر الاحتلال على الرحيل، وتمكين الشعب الفلسطيني العيش بكرامة بدون قتل وبدون سفك دماء وبدون احتلال. معالي وزير عيسى قرقع، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة. دكتور حازم، زياد أبو عين نقطة فاصلة في القضية الفلسطينية ربما يؤرخ لها وتفصل بين ما قبل وما بعد، يعني ما المفردات التي يمكن أن تضاف إلى النضال الفلسطيني ما بعد هذا الحادث؟ شوف، أنا هشرح لحضرتك بوضوح أكثر. يعني استشهاد زياد أبو عين نقطة فارقة، هذا بكل تأكيد، لما يعني مع قتل زياد أبو عين بهذه الطريقة، ولكن أيضا الخطة الفلسطينية ترتبط بهذا السبب وبأسباب أخرى سأشرحها الآن ونعطي زياد حق. زياد أبو عين كما قلت لحضرتك هو قائد المقاومة الشعبية الفلسطينية، وهي السياسة التي انتهجتها حركة فتح طوال السنوات الأخيرة. زياد مثلها في الفترة الأخيرة، سبقه وزير آخر أيضا في ذات السياق وبنى البنية التحتية لذلك، ولكن أكمل زياد باعتباره عضو مجلس ثوري لحركة فتح في هذا الإطار، وذهب بالناس إلى الاتجاه السليم، وبالتالي هي معناها إعادة توجيه بوصلة المقاومة بالاتجاه الذي نريد. 1-2 إعادة التوجيه باستخدام الأسلوب الأمثل، وبالتالي تحولت شجرة الزيتون إلى أداة مقاومة، بمعنى زراعة فلسطين في الأرض بدلا من زراعة المستوطنات على أرض فلسطين وليس في الأرض. انتبهي لكلامي جيدا، في الأرض يعني نحن من عمق الأرض، على الأرض يعني مؤقت وزائل هذا الاستيطان. الثاني أنه زياد يمثل، أردنا أم لم نرد، يمثل هو الشريح أو الفئة العليا من الوظائف الرسمية في المؤسسة الرسمية، سواء في داخل حركة فتح أو في داخل السلطة، يعني بمرتبة وزير وبمرتبة عضو مجلس ثوري، وهي القيادة السياسية لحركة فتح. وبالتالي مساس العدو الإسرائيلي بشخص بهذه الرمزية وهذه القيمة يعني أن إسرائيل تطيح بكل المحرمات، وبالتالي هذه إشارة واضحة إلى أن إسرائيل لم يعد لديها خط أحمر، بدءا من الرئيس وانتهاء بأصغر حد، مش بداية بأصغر حد ووصولا إلى الرئيس، لا لا لا، إسرائيل أطاحت بكل المحرمات بهذا العدوان بقتل زياد أبو عين، وبالتالي يجب أن ننتبه. إذن لابد من ردة فعل واضحة من المجتمع الدولي أن إسرائيل تخترق كل الحواجز بتطرفها في التفكير وفي التنفيذ على الأرض.
الثانية أو الثالثة أو نأخذ المحور الآخر، إنه زياد أبو عين هو الشهيد رقم 2625 منذ بداية الحرب على قطاع غزة قبل 4 أشهر، وبالتالي زياد مرتبط بمجموع الشهداء الكبير الضخم الذي قتلتهم إسرائيل طوال هذه الفترة، وبالتالي زياد يثبت فكرة الذهاب إلى الأمم المتحدة من القيادة الفلسطينية، لأن القيادة الفلسطينية، حركة فتح، منظمة التحرير، كل هذه المؤسسات أخذت قرار بالتوجه إلى الأمم المتحدة لحماية الشعب الفلسطيني، وزياد منهم، وبالتالي الحماية هنا لكل الشعب. فتح ترى أن يجب أن يكون هنالك ذهاب للأمم المتحدة حتى نحصل على قرار دولي يدين إسرائيل ويشكل بلوك، حاجز، حائط يمنع هذه القيادات المعتوهة الإسرائيلية من أن تمارس عتهها وجنونها السياسي مرة أخرى ضد الفلسطينيين، من أصغر واحد في كل الحرب على قطاع غزة حتى أكبر واحد كما حصل مع ياسر عرفات ومع زياد أبو عين. إذن هذه هي الفلسفة التي تحكم الاتجاهات. ماذا يعني ذلك؟ يعني إحنا وين رايحين؟ كما تفضل أخي الوزير عيسى، القصة بأنه هذا أحد الإجراءات، الذهاب إلى الأمم المتحدة للمطالبة بوضع حد لنهاية الاحتلال في تاريخ محدد، هذا قرار بقالنا فترة وإحنا بنتكلم عنه، عظيم، الآن مفعل وفي خلاص يعني انتهينا من هذا الأمر. الثاني كما تفضل أنه احتمالات، وأنا أرى أنه لا، أكثر من 95% ذاهبون نحو قطع التنسيق الأمني مع إسرائيل. ماذا يعني؟ الناس بتقول لك التنسيق الأمني، التنسيق الأمني، التنسيق الأمني، يعني إيه التنسيق الأمني؟ يعني إحنا فاكرين القصة كأنه يعني شوية، هذا غير صحيح، هذا مصطلح يرتبط بادعاءات لمجموعة فارغة عقليا تعمل في إطار المقاولات حكم الأراضي المحددة، مش عايز أتكلم عنهم الآن. هؤلاء ما الذي قصده رئيس محمود عباس عندما قال إن كل الخيارات مفتوحة بالنسبة لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على مقتل؟ ماذا يعني التنسيق الأمني؟ التنسيق الأمني هو العنصر الوحيد المتبقي من اتفاقية أوسلو، وبالتالي وقف التنسيق الأمني، نقصد ما نقصد من وراء هذه الكلمة الصغيرة، معناه إنهاء أوسلو كما السلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هذا ما يعني. احنا نقول للعالم انه اسرائيل اوقفت العمل باتفاقية اوسلو واحنا نحاول التمسك بها، لا، احنا لم نعد متمسكين بها، ومع السلامة، ما تبقى من الاتفاقية هو التنسيق، انتهى هذا التنسيق. ولكن في خطوات اخرى ايضا ستقوم بها القيادة الفلسطينية بهذا الاتجاه، وهو مش عايز اقول كلمة تخليق، ولكن ايجاد مرجعية سياسية جديدة لأي اتفاق يمكن أن يحدث في المستقبل. زياد لم يمت مجانا، زياد مات لأنه يبحث عن حرية بلاده واستقلال فلسطين. ياسر عرفات لم يمت مجانا، مات لأنه يبحث عن حرية فلسطين. الـ 2625 شهيد في فترة الأربعة أشهر من كل قطاع غزة وفي الضفة الغربية استشهدوا لأنهم يقدمون أرواحهم لأجل حرية فلسطين. إحنا كلنا نقدم أنفسنا، أرواحنا، أجسادنا للشهادة حتى نحصل على حرية فلسطين، وبالتالي نحن نتحدث حرية فلسطين عن المأرب السياسي، الهدف الذي نذهب إليه وهو الحرية، الاستقلال. إذن الخلفية، الريفرنس السياسي لأي اتفاق يمكن أن يحدث في المستقبل تغير بدءا من حرب غزة ووصولا إلى عملية قتل مواطن بدرجة وزير، وهذا الوزير هو وزير بدرجة شهيد استشهد في أعلى عليين، وبالتالي إحنا أعلى واحد فينا شهيد، وهذا الشهيد في غزة وفي الضفة وفي وزياد يمثل الشهيد الرمز بالنسبة لنا لنذهب لحمايته أمام الأمم المتحدة. هناك تساؤلات وتعويلات أيضا حول ما يخرج به اجتماع الغد. معنا سيد أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح. يعني بعد التحية، يعني ما الذي التحية من سفير الدكتور حازم أبو شنب ومن فريق عمل البرنامج، يعني سيد أمين ما الذي يمكن أن يحمله اجتماع الغد؟ ما الذي يمكن أن يكرس له من حراك خاصة فيما يتعلق بمشاركة فلسطينية في معاهدة المحكمة الجنائية الدولية؟ هو في الحقيقة هناك عدد من الخطوات والإجراءات كانت قد أقرتها القيادة الفلسطينية منذ فترة، وهذه الخطوات أولها تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن
لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. صحيح. وهذه الخطوة يجري الآن التشاور والتباحث حولها بعد أن تم صياغتها بشكل بالإجماع من قبل الإخوة والأشقاء العرب، ويجري الآن مناقشة هذه الخطوة أو هذه المقترح مع عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن. خطوة أخرى كانت تنص على الذهاب إلى مؤسسات الحقوقية في العالم والتوقيع على اتفاقية روما ومحكمة الجنايات الدولية، وخطوة أخرى تتحدث عن إعادة النظر وتقييم الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ أوسلو، ومجموعة من الخطوات بعد استشهاد الأخ المناضل زياد أبو عين جرى الحديث عن تسريع هذه الخطوات، وجرى اجتماع للقيادة الفلسطينية منذ ثلاثة أيام ونوخشت هذه الخطوات وجرى حديث حول تسريع هذه الخطوات. ومن ضمن هذه الخطوات كما يعرف الجميع هو وقف التنسيق الأمني، وهذا يعني كما أشار الأخ الزميل والصديق الدكتور حازم أبو شنب تعني إلغاء اتفاق أوسلو أو الانتهاء من اتفاق أوسلو، لأن أهم بند من بنود اتفاق أوسلو هو الملف الأمني والالتزامات المترتبة على الإسرائيليين وعلى الفلسطينيين على الصعيد الأمني من خلال اتفاق أوسلو. يوم غد الأحد سيكون هناك اجتماع للقيادة الفلسطينية بعد أن جرت المشاورات العديدة الداخلية والخارجية لأخذ قرارات بهذه الخطوات التي ذكرناها قبل قليل. أشكرك جزيلا السيد أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح. دكتور حازم، يعني بالتأكيد هذا الحادث بقدر أسفه بقدر خسارة القضية الفلسطينية لأحد العاملين عليها والخسارة كصديق وكشخصية فلسطينية بارزة، إلا أنها بالتأكيد يعول عليها أن تستثمر بشكل جيد من الجانب الفلسطيني. صحيح. وتقدر الإشارة كذلك إلى مسألة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية. مؤخرا شهدنا أيرلندا القرار غير الملزم بالاعتراف بدولة فلسطين ودول أخرى تنضم يوما بعد يوم، يعني كيف يشكل ذلك مسمار جديد يدق في نعش الكيان الصهيوني؟ وهذا أمر هام وهام جدا أن نصل إلى مرحلة أنه نحصد اعترافات موجودة، وهذا نتيجة جهد بذلته حركة فتح طوال عشرات من السنين، واستثمرت علاقاتها مع هذه الأحزاب الناشطة في أوروبا والتي أدت إلى ذلك. كلام أخي أمين مقبول كلام رائع، حدد لنا أيضا موعدا غدا الساعة 7، ذكر الرجل بوضوح أنه بكرة في قرارات واضحة ستذهب بذلك. معنى ذلك أنه إحنا في سلسلة الخطوات التي يتم اتخاذها في مقابل ذلك هي زي ما تفضل يعني الأخ أمين والذي ذكرتيه حضرتك، ويمكن أنا تحدثت فيه ما يتعلق بسلسلة الخطوات، ولكن ضيفي عليها سؤال حضرتك على الاعترافات. إذن نحن نذهب مع تجدد أو تغيير الخلفية الريفرنس للاتفاقات الدولية التي يمكن لأي عملية سياسية يمكن أن تقوم في المستقبل لحل قضية فلسطين، من بينها واقع جديد وهي الاعترافات الدولية لصالح دولة فلسطين. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن إذا حدثت اتفاقات أو مفاوضات مناقشات مع العدو الإسرائيلي ومع العالم الواقع أصبح مختلف. القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها لصالح فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 48 ساعة الأخيرة كانت بأغلبية 166 دولة، وبالتالي نحن الآن حين نتفاوض مع إسرائيل إذا تفاوضنا، ومش مهم بالمناسبة الموضوع، تكون النتيجة أنه بدلا من أن كان يتعامل معنا 50 و60 دولة إحنا بنتكلم عن 166 دولة الآن تتعامل مع دولة فلسطين. الاعترافات التي تحدث، لاحظي حضرتك أنه الدول ذات المواقف الكلاسيكية التي لم تكن مساندة للحق الفلسطيني والعربي
في السنوات العشرات في عشرات السنوات الماضية تحولت الآن إلى قرارات من برلمانات بغرفتيها، يعني من البرلمان، من مجلس الشيوخ ومن مجلس البرلمان. نعم. كله يعني مش بيكتفوش يعني بواحد. بريطانيا كانت الحليف التقليدي للولايات المتحدة ولا إسرائيل؟ ولإسرائيل. نعم. وهي صاحبة وعد بلفور على حساب فلسطين، غيرت موقفها، هذا تصحيح تاريخي لصالح مواقفها من فلسطين. الموقف اللي سمعناه امبارح من فرنسا، طبعا البرلمان الفرنسي قبل 4 أيام كان ماخذ قرار لصالح دولة فلسطين، مجلس الشيوخ لا، راح يتنافس معه اللي هي الغرفة الثانية من البرلمان، وقال وإحنا كمان نريد هذا الموقف. هذا ضغط شعبي وبرلماني من ممثلي الشعوب على القيادات الحاكمة في دولها. لكن المتابع لردود الأفعال الإسرائيلية يعلم أنها دوما تبحث عن مفر. يعني ما الذي يمكن أن تفعله إسرائيل؟ بالتأكيد إسرائيل الآن مدركة تماما أنها أو أن الكيان الصهيوني بدأ يفقد أصدقائه، بدأ طبعا يفقد شعبيته. يعني ما الذي يمكن أن تفعله إسرائيل للالتفاف على أي تنديدات دولية أو أي اعترافات دولية بفلسطين نابعة من تشككات في الممارسات الإسرائيلية حاليا؟ يعني إن شاء الله ما يعرفوش يعملوا، إحنا بنتمنى أنه ما يعرفوا. لا ده دائما الاستباقية مطلوبة في المواجهة. دكتور حسن تمام. نعم. يعني أنا أدعى إسرائيل الآن، أنا أختلف مع حضرتك، لا تدرك حجم الاستيعاب الدولي للحق الفلسطيني. وهذا واضح من رأسي الدبلوماسية الإسرائيلية، تصريحات أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي، والذي يتحدث بلغة لوم العالم ويضعهم في خانة الخطأ، كلكم خطأ وأنا صح، ده رأي ليبرمان. وبنيامين نتنياهو الذي يهدد بمعاقبة الدول التي تقوم بتأييد الحق الفلسطيني، مش عارف يعني هما وكأنهما هذول الاثنين هذان الشخصان وكأنهما يعني يعيشان على رأي مدحت صالح، عايشين في كوكب تاني مش موجود على الأرض، وبالتالي هما فاقدان للوعي الحقيقي ويتحدثان بلغة غير موجودة على الأرض. ولكن يؤسفني إن أنا حتى أقول الواقع، يؤسفني أن هذان الشخصان ومعهما نفتالي بنت وسبقهما أيضا مجموعة من المتطرفين، منهم النائب رئيس الكنيسة الإسرائيلي موشي فيجلين، ومنهم أيضا أرييل شارون، وهذه العصابة التي حكمت إسرائيل منذ 14 سنة إلى الآن ذهبت بالشعب الإسرائيلي نحو اليمين، فاليمين 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 الأكثر تطرفا. وبالتالي برأيي إنه لم يعد هنالك يسار أو وسط إسرائيلي معتدل يمكن التعامل معه، خلينا أكون يعني دبلوماسي شوية، ذو تأثير. يعني في أشخاص نسمع عنهم إنه هم ينتموا للفكر المعتدل أو اليساري أو سميه زي ما تحبي، أنا مختلف معكم في هذه الرؤية، ولكن حتى إن صدقوا بأنه هم ينتموا إلى هذا الفكر المعتدل ليسوا ذوي تأثير. وفي يعني تضاربات في حتى في التصريحات الإسرائيلية، وكانت بتكرس لإحساس انطباع أن في انقسامات في إسرائيل نفسها فيما يتعلق بالتعاطي مع الملف الفلسطيني. أخيرا وفي يعني أقل من دقيقة بعد إذن حضرتك، يعني هذا الحراك إلى أي مدى يمكن أيضا أن يفرض نفسه على الجولة المقبلة لجون كيري إلى المنطقة؟ جون كيري الآن في مأزق، ويرى أن هنالك تصاعد في تأييد العالم لصالح فلسطين. أعتقد أن جون كيري وأوباما عندهما مأزق حين المواجهة، مواجهة القرار الفلسطيني في أروقة مجلس الأمن الدولي. لذلك أعتقد أن أحد الحلول التي سيتبنوها هو تقديم قرار أمريكي بدل مشروع القرار الفلسطيني والعربي حتى يجهضوا القرار الفلسطيني. ولكن في كل الأحوال ليس لهم مبرر أمام المجتمع الدولي ولا أمام الشعب الأمريكي ولا أمام ضميرهم، إذا كان عندهم ضمير. إذن لا يستندون إلى أرضية صلبة في نهاية بالمطلق. شكرا جزيلا سفير دكتور حازم أبو شنب القيادي في حركة فتح، شرفتنا في هذه الحلقة. شكرا لكم، والدعاء للشهيد زياد أبو عين ولكل الشهداء. اللهم ارحم شهداءنا جميعا. ومشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من شؤون عربية، لقاء يتجدد الأسبوع المقبل في نفس المواد بإذن الله. إلى اللقاء.